أهلا بكم. الثعابين دخلت في الحضارات بشكل كبير جدا. معظم الحضارات القديمة كان الثعبان له دور فيها. بنشوف أنه ملوك الفراعنة كانوا بيحطوا الثعابين على التيجان، كان لها قدسية، كان لها مكانة خاصة عندهم. في الحضارة الفرعونية بيقولوا أنه رع إله الشمس بعد ما يدخل مملكة الأموات بيدخل على نهر الثعابين أو نهر الثعبان اللي اسمه أبوبس، بيدخل في أبواب وبيحارب ثعبان الشر أشياء كثير جدا، وبيقولوا إنه كليوباترا قتلت نفسها بثعبان. حضارة المايا اللي في أمريكا الجنوبية اعتمدت على الثعبان. الثعبان يمكن كان المحور الأساسي للحضارة هذه، والهرم اللي موجود في أمريكا الجنوبية الخاص بحضارة المايا في ثعبان بيكبر وبيصغر مع الشمس، طبعا بالاعتماد على ظل الشمس. لما الشمس بتشرق الظل بيزيد فالثعبان بيكبر، ولما بتغرب الثعبان بيصغر. دخلت الثعابين زي ما قلنا في معظم الحضارات القديمة وقدست وألهت، والبعض عمل منها حاجة أسطورية، حاجة خارقة، وبنوا عليها أشياء كثيرة جدا. مثلا في التراث اليهودي والمسيحي ذكر أن الثعبان كان عنده أطراف خارجية، هو اللي دخل الشيطان للجنة، فربنا لما نعرف الحكاية هذه غضب عليه واخذ منه الأطراف وخلاه يعيش على وجه الأرض يزحف ويأكل تراب. ما في حيوان يأكل تراب، لكن مو موضوعنا. الموضوع أنه دخلت في كل الحضارات القديمة بشكل ما. في هايتي مثلا بيسووا طقوس شعائر معينة تقديس الثعبان. في ديانة هناك اسمها ديانة الفودو، الفودو بتعتمد على الثعبان أو على تقديس الثعبان. في جنوب شرق آسيا، في الهند، في سريلانكا، في المناطق هذه كلها في معابد خاصة بالثعابين. الثعبان بالنسبة لهم إله، بيقدموا له القرابين وبيسووا طقوس معينة واحتفالات معينة، والناس بيجيبوا الحليب وبيصبوه على الثعبان، نوع من أخذ البركة، وفي ناس بيسجدوا، وفي أشياء كثير بتصير. هذه كلها بتورينا كيف كانوا الناس يعتقدوا في الثعابين. في أستراليا بيعتقدوا في خلق الأرض أنه الأرض اللي خلقها ثعبان كبير اسمه كوريكال بونجو أو بونجو. الثعبان ده بيقولوا أنه هو جد البشرية وأنه هو اللي سوى كل حاجة، وطبعا الثعبان ده موجود محيط بالأرض. سكان أمريكا الأصليين أو الهنود الحمر كما يسموهم كان عندهم طقوس خاصة بالثعابين، كانوا بيستخدموها كرسل لنقل الرسائل للأرواح أو للأموات، وكانوا بيجمعوا الثعابين وبيسووا بها طقوس لجلب الأمطار. وفي الحضارات بيقولوا إنه البوذا كان في الصحراء والدنيا كانت شمس، فجات الكوبرا بكفت فردت منطقة الرقبة وظللت على بوذة، فحب أن يشكرها فحط أصبعين على ظهرها، وهذا اللي خلى في حاجة اسمها الكوبرا ذات النظارات. لو فتشنا في الحضارات القديمة حنلاقي أن الثعبان صور أنه حاجة خارقة، حاجة أسطورية، وحوش تنين كبير
كان بيمثل دائما الظلم، كان بيمثل العدائية، كان بيمثل الجانب السيء، واللي بيحاربوه كانوا هم اللي بيحرروا الناس، وهم اللي بيقضوا على الأشياء الشيطانية اللي موجودة، اللي مثلت عادة بالثعبان. في بعض الحضارات بيقولوا أنه في ثعبان بسبع رؤوس هو السبب في العشوائية اللي انتشرت على وجه الأرض. بعد كده جاء الإله بال، قتل الثعبان هذا أو الوحش اللي بسبع رؤوس اللي كان على شكل ثعبان، فرجعت الدنيا استقرت ورجع كل شيء لطبيعته السابقة. في نشأة الأرض في حضارة بتقول أنه كان في إله اسمه ميسوبوتاميا، وكان في إلهة اسمها تيامات. تيامات هذه كانت على شكل ثعبان كبير. الاثنين هذول جابوا أو خلفوا إله اسمه ماردوك. ماردوك هو اللي نظم كل شيء على وجه الأرض. في الحضارة الهندية بيقولوا أنه في آلهة اسمها أمريتا، وكان ساعتها العالم فقد أشياء كثير جدا، فضربت البحر بثعبان الأبدية فاسوكي، وبدأ كل شيء يرجع يستقر، ورجعت الأشياء إلا الأرض كانت فقدتها. في أفريقيا وفي مالي في قبيلة اسمها الدوغونز بيعتقدوا أنه الآلهة أما هي اللي خلقت الأرض وحاطتها بثعبان كبير، وأنه الناس لما تموت بتحولوا إلى ثعابين. عند قبائل الفون في بنين في أفريقيا بيقولوا أنه الكرة الأرضية بيحملها ثعبان، الثعبان ده واقف على سطح الماء، في نهاية العالم الثعبان حيتعب، فبالتالي الكرة الأرضية حتغرق في البحر. الثعابين ذكرت في كل الحضارات القديمة وما زالت موجودة إلى الآن، لكن ربنا أعطانا عقول عشان نفكر نشوف إيش الصح وإيش الغلط. تحياتي.